نروح مع حضراتكم لقصه ثانيه، وقصه النهارده هي قصه حلوه بكل المقاييس، لانه ابطالهم اسمهم مينا واحمد. مش بس الفكره في ان هم او بنلعب على وتر او فكره امتزاج الاديان او التعايش او غيره، لا، الحقيقه ان هم قدموا فكره مختلفه ومبدعه. الشابين دول قرروا ان هم يعملوا مشروع لعربيه سوشي، وحضراتكم طبعا عارفين اكل السوشي يمكن مش شيء دارج انك تلاقي سوشي في الشارع، خاصه ان هو بيحتاج خلينا نقول شكل او طريقه معينه في العمل وفي التقديم، ومش اكله دارجه يعني للمصريين، ربما تكون في فئات معينه لانه بيرتفع سعرها كمان. ازاي الشابين دول قرروا ان هم يعملوا عربيه سوشي على غرار بقى عربيات الكبده وعربيات السجق وكده؟ هتشوفوا كمان في التقرير اللي جاي. فكرة المشروع جات لي بان انا بحب السوشي جدا، وبحب ان انا اكله، وبحب اشتغل في مجال الاكل والمطاعم. قررت ان انا ابدا ان انا اشتغل فيه وان انا اجهز له، وفعلا اشتركت انا واحمد شريكي، عملنا الفكره مع بعض وبدانا ان احنا نقف هنا في شيراتون. ده مكان اول بوت لينا، والحمد لله لغايه دلوقتي يعني محققين نجاح كويس جدا. احنا الاول لما جينا فتحنا المركب طبعا ما كناش واقفين بتصريح، فكنا طبعا كان لازم نحتاج بتوع الحي، كان يجي يقول لنا انتوا هنا واقفين مش قانوني. فكنا يعني على قد ما بنقدر بنهندل الموضوع، نقول لهم يا جماعه احنا بنحاول نسعى في التصريح، وما كانش في امكانيه ان في تصريح في البلد. فكنا بنعمل ايه؟ كنا هم كانوا متفاهمين الموضوع، واحنا متفاهمين برضو ان احنا مش عايزين نعمل لهم ازعاج، اول عشان خاطر برضو الناس اللي رايحه واللي جايه. اول حاجه فكرنا ان احنا نلاقي المكان المناسب اللي الناس فيه تعرف تفهم وتقدر حاجه زي السوشي، عشان هو مش اكله منتشره. فاخترنا شيراتون قريبه من مكان سكننا، خدنا محل نعرف نجهز فيه السوشي كويس عشان نقدر نحافظ على النظافه والجوده. بعد كده صنعنا العجله، عملناها عموله. بنصحى الصبح انا وهو بنروح الجراج، بنجيب المركب بنركبها في العربيه بتاعتنا وبنجيبها، هو بيركب او انا بركب وليكن في حد فينا بيركب عليها، وبنجيبها لحد. وبعد كده بنروح للكيتشن بتاعنا، بنجيب السوشي بتاعنا وبنحطه على المركب ونبيعه. ممكن لو حد ما عندوش فكرة عن السوشي يجي يقول لي ما هو كده غالي، لا، هو الخامة بتاعت السوشي نفسها بتبقى غالية، سمك مستورد الكيلو بتاعه ممكن يوصل ل 400 جنيه و 500 جنيه، فعشان كده السعر بيتأثر، سعر القطعة اللي أنا ببيعها ب 10 جنيه، بس في المحلات الكبيرة بتتباع ب 18 و 20، وفي قطعة الواحدة بتوصل ل 25 جنيه. أول ما فتحنا كانت الناس معاكم شهادات صحية، طب أنتوا واقفين هنا قانوني، طب أنتوا مش عارف إيه، فكنا طبعًا بنحاول على قد ما نقدر نفهم الوضع ان احنا لسه فاتحين ولسه مبتدئين، والحمد لله طبعا شويه قننا اوضاعنا، عملنا شهادات صحيه، ويعني بنحاول نقدر اللي بيجي ما بنحسوش ان هو زبون، ده جاي يعني اخونا جاي يبسط عندنا وبياكل وبيشرب ونظبط له الدنيا وخلاص. احنا حابين نشغل معانا ناس اكتر، واحنا دخلنا يزيد ونشغل ناس ونحاول نحل جزء من مشكله البطاله، ان يبقى معانا ناس كتير، نبقى مؤسسه، نحاول ان احنا نخلي السوشي بتاعنا يتباع في كل مكان، ويبقى لينا يعني مراكب اكتر نقدر ننتشر بيها في اماكن كتير. الحقيقه كل التحيه للشباب، دي فكره جديده ومبتكره، وخلينا نقول ما حدش عملها قبل كده، انك تشوف عربيه سوشي في شوارع القاهره لمحبي السوشي. طبعا كمان اللي هيكون حلو في الموضوع انه السوشي دلوقتي اصبحت اكله غاليه جدا، يعني مش اي حد يقدر يجيب السوشي، لما تاكلها من العربيه ربما هيكون ارخص ثمنا كتير. للي بيحب السوشي طبعا هو الطعام الياباني المعروف، اللي يعني من المفارقات اللي بدا كطعام للفقراء اصلا، لكنه تحول بمرور الزمن الى مدارس في صناعه السوشي، واصبح كمان في مدارس عالمية مختلفة. يعني الشيف الياباني اللي عايز يطلع يعمل سوشي يقعد سنتين ياخد دراسة في السوشي لمدة سنتين عشان يقدر بعد كده انه يقدم سوشي لمحبيه السوشي. والناس فاكرة ان السوشي دي كلمة ليها علاقة بالسمك الني، لا، ده عليها علاقة بالرز نفسه وطريقة عمله بخل الأرز. يعني برضو لمحبي السوشي او اللي عايز يجرب، عندكم التجربة دي ممكن تجربوها لان سعرها هيكون معقول كتير.